If you have been sidelined by a sore back, you're not alone. Four out of five people experience back pain at some point, making it the fifth most common reason for visiting the doctor. And here are some tips to avoid back pain. Number one, watch your weight and exercise regularly. Pounds, few extra pounds, especially in, in your med section, can make back, your back pain worse by shifting your center of gravity and putting a strain on your lower back. Number two is stop smoking. Smoking restricts the flow of nutrients containing blood to your spinal desk, and so smokers are more liable to back pain. Number three is watch, watch your sleep positions. Sleeping on your side with your knees bolt slightly toward your chest is sometimes suggested. Number four, pay attention to your posture. The best chair for preventing back pain. Is the one with a straight back and low back support. And you can sit straight and pull your core muscles. Number five is be careful how you lift stuff. Do not bend over from your waist to fit heavy objects. Bend your knees and squat, pulling in your stomach muscles and holding the object close to your body as you stand up. Do not twist your body while you're lifting. Number six avoid high heels especially for women because high heels can change the center of gravity and they can strain your lower back stick to one inch heel as possible number seven watch your skinny tight jeans clothing so tight it might interfere with it might interfere with bonding and with bending or sitting or walking and that cannot can aggravate your back pain number eight big the right, pick the right handbag or briefcase it should be adjustable with wide straps أعزائي مشاهدي وايت كود uh, النهاردة اخترنا ان احنا نكلمكم عن ألام الظهر والحقيقة انه الإحصائيات بتقول انه أربعة من كل خمسة uh, في وقت ما من حياتهم كان عندهم مشكلة ألام الظهر وألام الظهر تقريبا هي خامس سبب في الترتيب ليه الناس بتروح uh, تشوف الدكتور فدي ده موضوع مهم جدا منتشر جدا فقلنا ندي لحضراتكم خطوات بسيطه جدا ازاي قدر الامكان نتجنب المشكله دي. رقم واحد طبعا ودي بديهيه لكل الناس ان انت تحاول تحافظ على وزنك قدر الامكان ده مهم جدا، كمان حاجه مهمه جدا ان انت تحاول تعمل تمارين رياضيه بشكل منتظم. ليه؟ لانه تقريبا لما بنحط وزن زياده وخاصه في الجزء الوسطاني في عن طريق البط ده بيغير حاجه اسمها مركز الجاذبيه في جسمك وبيخلي كل الويت ده او كل الوزن ده موجود على فقرات الظهر تحديدا وده بيخلي انه في دايما سترين على العضلات بتاع الظهر ودايما بيخلينا نحس بآلام في ظهرنا رقم اثنين هو التدخين والحقيقه ناس كتير قوي هتقول لي ايه اللي جاب التدخين لموضوع الم الظهر الحقيقه انه التدخين زي ما هو معروف بيعمل ضيق في الشرايين وتحديدا الشرايين اللي واصله للسباينال كورد نفسه او للنخاع العصبي نفسه اللي موجود في جسمنا او النخاع الشوكي وبياثر على العمود الفقري فبيقلل كميه المواد الغذائيه اللي رايحه للمناطق دي لانه زي ما بنقول ببساطه شديده الوعاء نفسه بيتسد نتيجه التراكمات اللي بتحصل عليه من التدخين ف تقريبا لأنه الإمداد الدموي بيقل للمناطق دي بيعمل لنا مشكلة كبيرة وبيحسسنا بألام الظهر عشان كده في كل الدراسات الجديدة لقوا أنه الناس اللي بتدخن أكتر عرضة تقريبا 13 مرة لألام الظهر من الناس العادية فده مهم جدا إن احنا نحطه في حسباننا ثالث حاجة بتسبب لنا ألام ظهر في حياتنا بشكل عام هو الوضع بتاعنا أثناء النوم والحقيقه كل العلماء قالوا انه لازم تلاحظ وضعك اثناء النوم وافضل طريقه ان انت تتغلب على الام الظهر ان انت تنام على جنبك وتقريبا الركبتين بتوعك يبقوا ناحيه صدرك شويه يعني تنام على اي جنب من الجنبين والركبتين يبقوا يطلعوا لفوق شويه ناحيه صدرك قريب من صدرك عشان ده بيفرد تقريبا عضلات الظهر بيقلل البريشر اللي موجود عليها او بيقلل الضغط اللي موجود عليها فالوضع ده اثناء النوم بيريح كتير وبيقلل كتير من الام الظهر رقم أربعة ودي المهمة دايما ودي بنقولها لكل أولادنا وكل الناس تقريبا بتقولها لبعض أن أنت دايما تلاحظ وضعك أثناء الجلوس لأنه ده مهم جدا 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 وأفضل كراسي للناس اللي بتعاني من ألام الظهر هي الكراسي اللي ظهرها بيبقى تقريبا مستقيم بشكل كبير جدا وفي سبورت للجزء الاخير من الظهر فالكراسي لازم يبقى ظهرها مستقيم وفي زي كوشن او يعني سبورت للظهر من الجزء المنطقه اللي تحت. رقم خمسه ودي كتير بنغلط فيها الطريقه اللي انت بترفع فيها لازم تتنبه لان الطريقه اللي انت بترفع بيها الحاجات. ودي الحقيقة عايز اوريها لحضراتكم مهمة جدا لانه كتير واحنا بنرفع الحاجات بنوطي من وسطنا ودي اكتر حاجة غلط بنعملها المفروض لما نيجي نرفع حاجة نتعلم ونحط في دماغنا دايما ان احنا نرفع الحاجة وظهرنا مستقيم يعني اللي يتني مش هو وسطي ولكن هي ركبتي يعني انزل وارفع الحاجة وانا ظهري مستقيم ما تنيش وسطي دايما هقول تاني النقطة دي لان نقطة مهمة جدا اتعلم ان انا ما تنيش وسطي وانا بشيل اي حاجة او برفع اي حاجة اللي تتني هي ركبتي وظهري ينزل مستقيم وارفع الحاجه دي انما ما تنيش وسطي لقدام. سادس نقطه ودي مهمة جدا وطبعا لكل السيدات عاشقي الكعوب العاليه تجنبوا الكعوب العاليه. لانه الكعب العالي زي ما انا شرحت في اول نقطه الفكره كلها في الام الظهر انه مركز الجاذبيه بيتغير وبالتالي بنحط حمل على فقرات الظهر. فكل ما زاد الطول او قصر كل ما زاد الطول بالهاي هيلز تحديدا آه بيغير مركز الجاذبية وبيحط سترين أكبر على عضلات الظهر وده بيخلينا نشعر بألام ظهر أكتر رقم سبعة ودي برضو مهمة جدا لكل الشباب والبنات بذات اليومين دول التايت جينز بشكل عام بيقلل البلد سبلايز وبيخلي فكره الحركه او القعده بطريقه مظبوطه مش ممكنه، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا ونتجنب اللبس الضيق بشكل عام او الجينز الضيق لانه ده بياثر على طريقه قعدتنا بياثر على البوستشر او الوضع بتاعنا وده بيسبب الام ظهري كبيره جدا. رقم 8 ودي بنقولها لكل اولادنا الصغيرين دايما نختار الشنط بالذات سواء الشنطة المدرسية أو بعض طبيعة الأعمال اللي بتتطلب أنه يبقى دايما معاه شنطة نختار أنواع الشنطة دي تبقى الحملات بتاعتها أو الحزامات اللي موجودة فيها تبقى عريضة عشان تاخد أكبر جزء من الظهر وفي نفس الوقت تبقى الشنطة نفسها تقريبا واصلة لمستوى الرأس من ورا فده برضو زي ما أنا قلت بي ما بيغيرش كتير فكره مركز الجاذبيه في الجسم وما بيحطش حمل كتير على عضلات ظهرنا تقريبا لو اتبعنا الثمان خطوات دول هنقلل نسبه كبيره جدا من الام الظهر اللي بنحس بيها